جزاكم الله خيرا. ما صحة هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه؟ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أنا لا أعلم عن هذا الحديث شيئا، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه خير كثير وفيه أجر عظيم، ولا يتقيد الإنسان بعدد إلا ما ثبت به الدليل. أما ما لم يثبت به دليل فإنه يذكر الله بدون تحديد. نعم.